مشاهدينا صباح الخير والتيسير على الجميع بإذن الله تعالى، ويوم مبارك للجميع، عطلة سعيدة. نتمنى أن يوم عطلة يدوج على الجميع بالخير والتيسير والبركة بإذن الله تعالى. وكي كتشوفوا معنا كسائر أيام الأحد يعني بالمغرب كتكون الأجواء هادئة، خاصة الصباح الناس كيبغيو شوية تعطلوا في النعاس، لأن يعني السيمانة كاملة الله يحسن العوان وكيخدموا التعب، فبالتالي كيستغلوا هذا اليوم الأحد باش شوية يرتاحوا. زهرة في تعليق كتقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ونعم بالله. أخت زهرة الحمد لله، النوم راه كيف كنقولوا راه خو الموت، فالحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا. ويعني في هذا يوم عطلة كنا ما قبل زمن كورونا يعني كنستغلوه باش كنتجمعوا مع العائلة مع الأهل مع الأحباب، وكتكون ديك اللمة الجدة والخوال والعمام مجموعين. للأسف يعني هذه مدة تقريبا ديال 9 شهور ما بقيناش كنتجمعوا ديك الجماعة، ما بقيناش كنسافروا عند عائلاتنا احتياطا باش نحميو راسنا ونحميهم هما كذلك. فصراحة اشتقينا بزاف الجو ديال أحد اللي نجمعوا ونمشيو للغابة ونخرجوا، أو نجمعوا غير في الدار. نتمنى يا ربي يزول علينا هذا الوباء في أقرب الآجال وبأخف الأضرار باش تعود الحياة للطبيعة ديالها ونصلوا الرحم ديالنا. فالظرفية تحتم أن كل واحد يبقى في المنزل ديالو، ما نحاولوش نختلطوا بزاف، ما نجمعوش بزاف، حماية للجميع. اللي كيسول فين هذا الشيء، حنا في منطقة المعارف. شكري هو اللي طرح السؤال فين هذا الشيء، كانت وجهه بمنطقة المعارف بالضبط حنا بيرو الطاكسيات. أبو عز الدين كيقولنا السلام عليكم، عندكم ضبابة؟ بالفعل أخي عز الدين، يعني هاد الصباح راه مني جايين والضبابة، وبالمناسبة الناس اللي كيسوقوا ياخذوا الحيطة والحذر ويسوقوا بالمهل، لأن راه الطريق تقريبا كاملة فيها الضبابة. أبو عز الدين كيقول لي عندك كريسيو، حنا غادي نتيسير تيسير الله خويا، نتمناو الخير بإذن الله تعالى. محمد روستوم كيقول لك حنا ضرب غلف، بالفعل خويا حنا ضرب غلف، حنا قراب الواطو. ونتمنوا هذا النهار يدوز على الجميع بألف خير. هانتوما كتشوفوا الدنيا الدار البيضاء هادئة سكون.
إذا مشاهدينا ما سخيناش بكم، درنا بكم جولة خفيفة 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 في منطقة معالي بالدار البيضاء. شوفوا الأجواء يوم الأحد، ونتلاقوا في مباشر آخر بإذن الله تعالى. شكرا على التعليقات ديالكم، كنعتذر بالنسبة للتعليقات اللي ما سمكنتش نقراهم. إلى اللقاء.